وبالنسبة للتقاويم ما أشار إليه الأخ الكريم، التقاويم فيها اختلاف، وهذا الاختلاف قد يصل إلى ربع ساعة. ولذلك ما دام هذا الاختلاف موجودا بين التقاويم، وهذه التقاويم عدها كلها فلكيون، ما دام هذا الاختلاف موجودا فينبغي للمسلم أن يحتاط لدينه. طيب ما هي العبادات التي يحتاط لها؟ عندنا عبادتان، الصيام والصلاة. الصيام يمسك مع الأذان احتياطا، والصلاة لا تقام الصلاة إلا بعد ثلث ساعة، بعد مضي ثلث ساعة. وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عمت على جميع أئمة المساجد بأن يجعلوا الفارق بين الأذان والإقامة بالنسبة لصلاة الفجر 25 دقيقة. فعلى الأئمة أن يلتزموا بهذه التعليمات، ويلاحظ أن بعض أئمة المساجد يخالف تعليمات الوزارة ويبكر بصلاة الفجر فيوقع الناس في الحرج، وقد أخطأ بهذا، لأنه أولا خالف تعليمات الوزارة التي تمثل ولي الأمر، وأيضا أحرج الناس بهذا. وكونك تصلي صلاة تتيقن أن الوقت دخل معها وأنها في الوقت خير من أن تصلي صلاة وأنت هناك من يقول أنك صليت قبل الوقت. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغرنكم الساطع المصعد حتى يعترض لكم الأحمر. والساطع المصعد يعني به الفجر الكاذب، لأن الفجر الكاذب أحيانا يكون له سطوع فيغر من لا يعرفه. ولهذا فسر بعض أهل العلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، فسروه بألا تستعجلوا بإقامة صلاة الفجر حتى يتبين لكم طلوع الفجر. وهكذا أيضا السنة الراتبة، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنها: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. فينبغي يتحرى المسلم أن يؤديها بعدما يغلب على ظنه دخول الوقت.